لا يفوتني هنا الإشارة إلى أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم المبادرات التجارية بين البلدين سنة 2021 ما قيمته 8.5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ مرشح للارتفاع في السنة الحالية، حيث قدر حجم المبادرات التجارية الثنائية خلال الخمسة أشهر الأولى ما يفوق 4.3 مليار دولار أمريكي. أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، فتحتل إيطاليا المرتبة 19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال 20 سنة الأخيرة، حيث بلغت 29 مشروع بقيمة 7.46 مليار دينار، سمحت بخلق 1221 منصب شغل في الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك وغيرها، وهو بطبيعة الحال ما لا يرقى إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط بلدينا، ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة، لا سيما خارج قطاع المحروقات الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط. ونأمل بل وسنعمل مستقبلا وفي المستقبل القريب على تعزيز الشراكة والاستثمار أكثر في ميادين الترقيب وإنتاج البترول والغاز والمناجم، كما نرغب في أن يتوسع تواجد الشركات الإيطالية إلى كل القطاعات كما قلت سابقا، خاصة قطاع الميكانيك وصناعة السيارات، الدراجات النارية، وكذا تهيئة المناطق السياحية، حيث سبق وأن أعلنت الحكومة في مجال الطاقات المتجددة مثلا عن إطلاق برنامج هام يشمل إنتاج 15,000 ميجاوات، منه 1,000 ميجاوات كان موضوع مناقصة دولية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع المناجم الذي نأمل أن تؤدي التوافقات الحاصلة بشأنه في ميدان استغلال وإنتاج الرخام إلى إعطاء ديناميكية جديدة، هذه الديناميكية التي نتمنى أن يشهدها هذا القطاع في أقرب الأجل.